يعتبر موسم جني الرطب جزء أصيل من التراث الثقافي لدولة الإمارات، والذي تتنقله الأجيال وتتوارثه جيلا بعد جيل، حيث يأتي مهرجان الذيد للرطب في إمارة الشارقة كواحد من التظاهرات التي تحتفل بثمرة النخيل وأصناف الفواكه المتنوعة التي تجود بها أرض الإمارات. نحرص على أن تقام بشكل سنوي، وإن شاء الله يعني رغم الظروف الموجودة حاليا فيما يتعلق بالفيروس، لكن الحمد لله استطعنا أن ننظم هذه الدورة الخامسة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتمنى للزائرين، للجمهور، للعارضين أن يستفيدون من هذه الأيام، أيام المعرض، وأن نتبادل الخبرات معهم، وكذلك يستفيد المزارع من هذه العملية. فمع حلول فصل الصيف يبدأ موسم جني البلح، ومعه تنطلق مهرجانات الرطب التي يشارك فيها مزارعو النخيل للتباهي بإنتاجها من أجود أنواع التمور. أطنان من التمور يتم عرضها في مهرجانات ليوا بأبوظبي والشارقة وعجمان، ويتنافسون في مسابقات جمال الرطب للفوز بجوائز مالية ضخمة. بالنسبة للرطب في عندنا عدة أصناف، من الأصناف مثلا اليوم عندنا صنف الإخلاص، ويكون التقييم عليه إن شاء الله على بعد في لجنة تستلم وفي لجنة تقيم. التقييم نعم طبعا نقيم على النظافة، على التناسق، على الحجم، على عدم الإصابات وعدم وجود حشرات موجودة فيه أو طعام آخر. وفي كل عام يكون زوار هذه المهرجانات على موعد مع الأجواء التراثية والاحتفالية التي تعكس إرث الأجداد وأصالة التراث الإماراتي وعشق المزارع لأرضه واهتمامه بشجرة النخيل وحرصه على إنتاج أفضل وأجود الأصناف منها. أجواء تراثية ومسابقات تنافسية متنوعة يحتفل بها مهرجان الذيد للرطب في دورته هذا العام، والذي يشهد مشاركة واسعة من ملاك النخيل والمزارعين الذين يعرضون خلاله أجود ما أنتجته أرض الإمارات من رطب وفواكه متنوعة. عبد الله الزعبي، قناة الغد، إمارة الشارقة.